طبعا احنا كلنا عارفين ان البادي بيتكون من اورجنز. في قدامنا اورجنز كتير، دي لونج، دي هارت، دي ليفر، دي ستومك. كل الاورجنز دي بتتكون من سيلز، لكن الخلايا علشان تعمل الاورجنز دي لازم الاول تكون ما يسمى بالانسجة او بالتيشوز. بالظبط زي العربية، تعال ناخد العربية بتتكون من ايه. العربية واحد ممكن يقول لك والله العربية بتتكون من 4 عجلات وصالون بقعد فيه ودركسيون وموتور وشوية صاج، جميل. لكن واحد تاني ممكن يجي يقول لك يعني العربية بتتكون من حديد وبلاستيك وإزاز وهواء. طيب لما نقول الباب بيتكون من حديد ولا من ازاز ولا الاتنين مع بعض؟ الاتنين مع بعض. طب لما تيجي تقول لاخوك او لباباك اقفل باب العربية، بتقول له اقفل الحديدة ولا اقفل الباب؟ اقفل الباب. يبقى الباب ده بقى اورجن. الاورجن ده بيتكون من حاجات مركبات رئيسية اللي هي الحديد والازاز. طب هل الحديد بيعمل لي الباب بس ولا كمان بيدخل في تركيبة الموتور وكل المسامير اللي موجودة في العربية؟ يبقى اذا ممكن النسيج الواحد اوظفه في كذا اورجن ويكتسب وظائف جديدة حسب مكانه ومكانته في الاورجن ده. يعني لو انا بصيت قدامي كده على اللانج، اللانج دي بتتكون من ايه؟ مش مشكلة لان ده هعرفها في سنة تاني، لكن في كل الاحوال الاقي فيها حديد وازاز وبلاستيك وهواء. طب الليفر برضو نفس الكلام، بيتكون من الـ4 حاجات. طب الاستومك برضو بتتكون من الـ4 حاجات. لكن كل الـ4 structures اللي انا بتكلم عليهم دول بينتموا الى عالم الخلية. يعني ايه؟ يعني كل نوع فيهم بيتكون من مجموعة من الخلايا. علشان كده بنقول ان احنا عندنا 4 basic tissues: حديد، ازاز، وهواء. يبقى 4. الابيثيليوم، ايه هو الابيثيليوم؟ ده واحد عايش من غير ابيثيليوم، يعني الابيثيليوم هو السكن. والله ماشي، يبقى اذا الابيثيليوم هو السكن اللي هيغطي صاحبنا ده ويخلي شكله بالمنظر ده. لكن ما هوش هو السكن بس، السكن ده واحد من انواع الابيثيليوم، لان الابيثيليوم 4 انواع. فيه نوع بنسميه الابيثيليال ميمبرين او السيرفس ابيثيليوم، وده بيغطي ويبطن. يعني انت كده وانت قاعد متغطي بابيثيليوم، مفيش حاجه كونتاكت مع الشارع غير الابيثيليوم. لما احط ايدك على ايدك كده يبقى انت متغطي ابيثيليوم، لما تحط على عينك كده يبقى عينك دي ايدك دي كونتاكت مع الابيثيليوم، لو حطيتها على الانف يبقى الانف ده متغطي بابيثيليوم، وهكذا. يبقى ده بنسميه ابيثيليال ميمبرين. لو حطيت صبعك في بقك، بقك ده متبطن. هنا بقى ما بنقولش عليه متغطي، بنقول متبطن من جوه بالابيثيليوم. لو ادخل جوه شويه وده مش هينفع، الاقي في الاسوفجس الاقي كمان هو متغطي بالابيثيليوم. انزل مع الاسوفجس الاقي في الاستومك متبطنه بطبقه كده من الميوكس ميمبرين بنسميها ابيثيليوم. انزل مع السمول انتستين وهكذا، ادخل من السمول انتستين الاقي في فتحه كده اسميها السيستيك داكت، ادخل منها الاقيني جوه الجول بلادر او جوه البنكرياس. الجول بلادر متبطنه بابيثيليوم، والبنكرياس كمان هو كمان مصنوع من الابيثيليوم. يبقى كل ده بنسميه ابيثيليوم. يبقى الابيثيليوم يا اما لايننج او كفرنج، والاثنين بسميهم ابيثيليوم ممبرين. او ممكن يكون بيشتغل كجلاند، بسميه جلاندولار ابيثيليوم، واحيانا يكتسب وظائف تيشوز تانية، يشتغل مصل او اسميه مايو ابيثيلي، ويشتغل نيرف اسميه نيورو ابيثيلي. ايه خصائص الابيثيلي؟ امتى اقول على التيشو ده ابيثيلي؟ رقم واحد ان يكون الخلايا بتاعتي فيه تحتها بيزمنت ميمبرين.
لما يكون في تحتها بيزمنت تيمبرين يبقى دي يبقى التشو ده ابيثيليوم. لو ما كانش فيه تحتها بيزمنت تيمبرين يبقى التشو ده عمره ما ينفع يبقى ابيثيليوم. يعني لو كان البيزمنت تيمبرين ده بيلف حوالين الخليه الواحده برضه ما ينفعش يبقى ابيثيليوم. زي المصل، المصل فيه بيزمنت تيمبرين بتلف حوالين كل خليه، لكن ده لا، ده مجموعه من الخلايا في تحتها بيزمنت تيمبرين. البيزمنت تيمبرين دي بتمنع دخول بلاد فيزلز والليمفاتكس للسيلز دي. قال طب ما السيلز دي تتغذى ازاي اذا كانت البيزمنت تيمبرين هتمنع البلاد فيزلز والليمفاتكس؟ الاقي في تحتها كونكتيف تيشو لاير، تحت البيزمنت تيمبرين دي في حته كونكتيف تيشو، في طبقه كده رقيقه من الكونكتيف تيشو. دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي تغذي لي الابيثيليوم. الحاجه الثالثه، زي ما انت شايف السيلز بتاعتي بتبقى مرصوصه لازقه جنب بعضها، الدنيا زحمه جدا لدرجه انك تهيالك ان مفيش سبيس، لكن لازم يكون في انترسيلولار سبيس. اما في الابيثيليوم بيبقى الانترسيلولار سبيس ده صغير جدا جدا جدا، اقل ما يمكن. ده طبعا عكس البلد، البلد الانترسيلولار سبيس فيه واسعه جدا جدا لدرجه ان هو بقى فلويد. يعني شوف ده النقيض لده، بينهم وبين بعض فيه الكونكتيف تيشو، الاقي فيه انترسيلولار سبيس كبير جدا. اما في الابيثيليوم لا لا لا، مفيش انترسيلولار سبيس، سوري لا، الانترسيلولار سبيس از فيري ليتل. مفيش بلاد فيزلز طبعا، بيزمنت تمبرين منعاني، مفيش لينفاتكس تمام، لكن في نيومرس نيرف اندنج، لان الابيثيليوم هو اللي بينقل لي احساسي بالانفايرمنت اللي انا عايش فيه. يبقى هو بينقل لي ولازم يتنقل له. ليه؟ لان الابيثيليوم بيشتغل جلاند، والجلاند دي لازم تستجيب للستيمولاي اللي جايالها من النيرفس او الاندوكراين سيستم. يبقى علشان كده مفيش بلاد فيزلز ولا لينفاتكس عشان في بيزمنت تمبرين، وفي نيومرس نيرف اندنج عشان الابيثيليوم هو اللي بيستجيب، هو اللي بيستقبل وهو اللي بيستجيب. الحاجه الخامسه، لان الابيثيليوم ده في الشارع اكسبوزد، ولان الابيثيليوم ده اكتف جدا جدا، ولانه مهم جدا جدا جدا، فعنده القدره على الريجنريشن. طب لو ما كانش عنده القدره على الريجنريشن، يبقى لما السكن بتاعي يتحك في الجدار او يتعور ويقع منه شوية سيلز، ده معناه ان هتفضل عندي في ايدي على طول قرحة فترة طويل، وده ما ينفعش. يبقى خد ده وطبقه على كل الابيثيليوم. يعني لو انا باكل حاجة خشنة وعورت لي بقي، يبقى بقي معنى كده ان ما عادش هيتظبط مرة تاني، لكن ربنا خلق جوه الابيثيليوم ده قدرة على الريجينريشن تخليه يقدر يستجيب للمشاكل اللي ممكن يتعرض لها. طبعا زي ما احنا قلنا ان الابيثيليوم احيانا بيتنازل عن شغلته الرئيسيه اللي هي يا اما لايننج يا اما كفرنج، يا اما بيشتغل كجلاند، وبعدين يبدا يشتغل بوظيفه تانية زي المايو ابيثيليوم او النيورو ابيثيليوم. بيقول لك الابيثيليوم ده درايفد فروم، يا اما من الاكتوديرم يا اما من الاندوديرم يا اما من الميزوديرم. يعني ايه اكتوديرم واندوديرم وميزوديرم؟ ده الزيجوت اهو بيديني، بيتكاثر السل، الخليه بتتكاثر وبعدين تبقى ميريولا، وبعدين في النهايه الخليه تتكاثر او تبقى زحمه كده، واقدر اميزها الى ثلاثه لير زي ما انت شايف. الزرقاء اللي بره بسميها اكتوديرم، والحمراء اللي في على اليمين دي بسميها ميزوديرم، والصفراء دي بسميها اندوديرم. الابيثيليوم بقى بيطلع من شويه السيلز دول ولا بيطلع من شويه السيلز دول ولا بيطلع من شويه؟ لا والله، ده في ابيثيليال سيلز بتطلع من الاكتوديرم، وفي ابيثيليال سيلز بتطلع من الاندوديرم، وفي ابيثيليال سيلز بتطلع من الميزوديرم. حسب ايه؟ حسب الفانكشن، وايه كمان؟ وحسب موقع الخلايا بتاع الابيثيليوم دي. يعني الاسكاني مثلا على سبيل المثال يطلع من الاكتوديرم ولا من الاندوديرم ولا من الميزوديرم؟ لا والله، بيطلع من الاكتوديرم. طب يبقى عندي ابيثيليال ممبرين او سيرفس ابيثيليوم، عندي جلاندولار ابيثيليوم، عندي مايو ابيثيليوم ونيورو ابيثيليوم. تعال نتكلم عن السيرفس ابيثيليوم. السيرفس ابيثيليوم يا اما سيمبل يا اما استراتيفايد. خلي بالك السيمبل في سكويمس، لا
الاستراتيفايد في سكويمس، السيمبل في كوبويدال الاستراتيفايد في كوبويدال، السيمبل في كولامنر الاستراتيفايد في كولامنر، الرابع في السيمبل بسميه سورو استراتيفايد، الرابع في الاستراتيفايد بسميه ترانزيشنال ابيثيليوم. تاني عند سيمبل اللي بالاحمر ده وعند استراتيفايد، السيمبل يا سكويمس يا كوبويدال يا كولامنر، الاستراتيفايد هو كمان يا سكويمس يا كوبويدال يا كولامنر. السيمبل في نوع رابع اسمه سورو استراتيفايد، الاستراتيفايد في نوع رابع بسميه ترانزيشنال ابيثيليوم. لو انا شفت الكولامنر ابيثيليوم هنا هلاقي الكولامنر ابيثيليوم ممكن بالمايكروفيلاي، وممكن كولامنر ابيثيليوم بالسيليا، وممكن بالستيريو سيليا. نفس الكلام مع السودو ستراتيفايد كولامنر، يبقى كلمه كولامنر دي بتخلي دايما معايا مايكروفيلاي او سيليتر او ستيريو سيلي. السودو ستراتيفايد كولامنر برده يا اما سيليتر يا اما نان سيليتر، الستراتيفايد ابيثيليا الكولامنر برده يا اما سيليتر يا اما نان سيليتر. يبقى عايز اقول لك ان مكان ما تلاقي كلمه كولامنر تكتب سيليتد ونان سيليتد، سواء كان سيمبل كولامنر او سورو ستراتيفايد كولامنر او كان استراتيفايد كولامنر. ادي السيمبل ابيثيليوم. يعني ايه سيمبل ابيثيليوم؟ يعني لاير واحده من الخلايا. ادي البيزمنت تمبرين اللي هي المربع اللي تحت ده، وفي فوقيه لاير واحده من الخلايا، زي بالظبط بلاط السيراميك لو انت بصيت عليه كده وانت قاعد، ده عباره عن لاير واحده من البلاط، في تحتيه شويه رمل، دي اللي هي البيزمنت تمبرين. يبقى البيزمنت تمبرين وفي فوقيها لاير واحده من السيلز. اللاير واحده من السيلز دي ممكن تكون الخلايا دي فلات زي البلاط السيراميك، ممكن تكون كوبويدال زي لو انت رصيت على الترابيزه اللي قدامك شويه كوبايات صغيرين، يبقى دي كوبويدال سيلز، او كولامنر زي لو انت رصيت على الترابيزه اللي قدامك شبات من الكوبايات الطويله، بنسميها كولامنر سيمبل كولامنر ابيثيليوم. يبقى السيمبل ابيثيليوم يا اما سكويمس يا اما كوبويدال يا اما كولامنر. الحاجات اللي احنا هنشوفها دي كلها سكويمس، دي سكويمس ودي سكويمس سكويمس. يبقى ايه هو السكويمس؟ دي فلات سيل مع فلات نيوكليا. يبقى السكويمس نحفظها كده، فلات سيل بفلات نيوكليا. موجوده فين؟ اهم مكان اللايننج البلاد فيزل ولايننج البلمونري الفولاي والبلاد كابيلاري والبلورا والبروتينيوم والبريكاردي. طبعا عايز اقول لك ان السمبل سكويمس ابيثيليوم موجود في المكان اللي انا عايز فيه سموث سيرفيس، او موجود في المكان اللي انا عايز فيه طبقه رؤيه من السيلز الحاجات تقدر تعدي منها من خلالها في الناحيتين، يعني يا اما من بره البادي لجوه او من جوه لبره، زي ايه؟ زي البلمونري الفيولاي اللي فيها الاكسجين والكربون دايوكسيد اكسشينج. انا محتاج سيلز رؤيه جدا، طب اعملها سكويمس ولا كوبويدال ولا كولامنر؟ لا والله انسب حاجه هنا تبقى سكويمس. طب تعالى كده نشوف ايه الحكايه. ادي السكويمس سيلز اللي قلت لك لو بصيت عليها من فوق الاقيها عامله زي السيراميك، تمام. اللي انا شايفها قدام البنك دي البيزمنت تمبرين، لو انا بصيت على الخطوط اللي تحت دي لا دي البلاد فيزلز والليمفاتكس، دي البلاد فيزلز والليمفاتك تحت البيزمنت ممبرين. اللي فوقها دي هبدا ارص سيلز. الخلايا دي نقول عليها سكويمس ولا كوبايدل ولا كولامنر؟ لا نقول عليها سكويمس لانها فلات سيلز. شايف فلات سيلز ازاي؟ لكن لما باجي ارسمها انا برسمها كده زي ما انت شايف شكلها بقى فلات، ببص عليها من الجنب، فلما باجي ارسمها برسمها من الجنب، لكن لو انا بصيت عليها بالتوب فيو هلاقي الخلايا بتاعتي بولي هيدرال او بوليجونال سيلز. ده بلاد فيزل فتحت فيه فتحه لقيت فيه كلوت، عايز اعرف ايه سر الكلوت دي؟ ايه سر تجمع الار بي سيز في المكان ده بالشكل ده؟ ايه الحكايه؟ ادي البلاد فيزل مره تاني، ادي البلاد فيزل اللي هو متبطن بيه سيمبل سكويمس ابيثيلي. انت شايف سيمبل سكويمس ابيثيلي؟ لا انا مش شايف، لكن انا اقدر ارسمه لك كده، ده سيمبل سكويمس ابيثيلي. طب بس ده البلاد فيزل، انت شايف في حاجه؟ لا والله انا مش شايف اي حاجه خالص.
اللي هي جوه دي المفروض تبقى سيمبل سكويمس ابيثيليا. طب نكبر الصوره شويه، الخط الغامق ده هو السيمبل سكويمس ابيثيليا، دي الصوره لما كانت صغيره، دي لما كبرتها بان عندي خط غامق جوه اهو. سر الغمقان ده ان الخلايا بتاعتي مرصوصه جنب بعضها زي ما انت شايف كده، ده السيمبل سكويمس ابيثيليا. هنا بقى النقطة ممكن تكون أوضح شوية، لو أنا بصيت كده في الجنب ألاقي فيه نقط صغيرة، كل دي عبارة عن فلات سيلز، عشان كده بقول إن دي سيمبل سكوماس بيسل. أمال ده إيه؟ ده جدار البلاد فيزل. كل ده جدار البلاد فيزل؟ أيوة، بس أنا مكبره جدا. أدي البلاد فيزل من جوه، الأرضية فيها إيه؟ متبطنة بإيه؟ بسيمبل سكوماس بيسل، يعني فيري سموث. ايه اللي بيجري قدامي ده؟ ده الار بي سيز عماله تجري على الارضيه الناعمه، مفيش اي مشاكل. لكن تعالى تخيل واحد عجوز وقع منه كام خليه من ابيثيليوم ده، ايه اللي بقى دلوقتي في وشي؟ دي البيزمنت تمبرين. طب هل البيزمنت تمبرين سموث زي الابيثيليوم؟ طبعا لا، بالنسبه للار بي سيز ات از فيري رف. علشان كده هنبص نلاقي الار بي سيز وهي ماشيه، الله ده في ار بي سيز بتركن على الحته البيرد دي، الحته المكشوفه دي، يبدا تجمع ار بي سيزايه ورا ار بي سيزايه ورا ار بي سيزايه لحد ما تكون عندي اللي احنا بنسميها الكلوت اللي ممكن تقفل البلاد فيزلز وتعمل لي مشاكل. تاني يبقى السيمبل ابيثيليوم سنجل لير من الفلاس سيمبل سكوماس ابيثيليوم، خلاص موجود لايننج البلاد فيزلز. طيب لايننج البلمونري الفيولاي، شايف الخليه دي؟ اهي دي جدار خليه. لا والله ده جدار خليتين. لو انا شفت كده الاقي واحد اتنين تلاتة لاينز، اتنين بتوع الناحية دي ونفس اللي في النص ده مشترك، ويعمل لي جدار في الناحية التانية. دي الالفيروس اللي موجود فيها الهواء، الهواء بيعدي كده علشان يروح للبلاد كابيلاري دي، يبقى انا محتاج هنا فيري ثين وول. الفيري ثين وول اللي بتتصنع من ايه؟ بتتصنع من السيمبل سكويمس ابيثيليوم. اخر حاجة البيريتونيوم والبيريكارديوم والبلورا، الثلاثه فكره واحده. لو احنا قلنا ان انا عندي بالون بالشكل ده، البالون دي متصنعه، لما تنفخ البالونه كده بيبقى الجدار بتاعها فيري سين. ليه؟ لانه هو متصنع من سيمبل سكويمس ابيثيليوم. البالونه بتاعتك اللي انت نفختها مليانه هواء، لكن البالونه بتاعت البريكارديوم بتبقى مليانه فلويد. الفلويد ده بنسميه بريكارديال فلويد. نفس الفكره في البروتونيوم، نفس الفكره في البلورا. اللي فوق ده هو الهارت، الهارت ده المفروض يدخل جوه البريكارديوم ده، وهنعرف ليه. هنبص نلاقي الهارت يدخل جوه البريكارديوم بالشكل ده. بريكارديوم دلوقتي بقى تو لايرز، لاير جنب الهارت ولاير بعيده عن الهارت. طب والهارت جوه الاثنين، والاثنين جزء من البالون. شايف الهارت بقى بدا يعمل كونتراكشن، الهارت نفسه متبطن بلاير من البريكارد سيمبل سكويمس ابيثيليوم، ومن بره خالص متغطي بلاير ثانيه من السيمبل سكويمس ابيثيليوم، وهو بيعمل كونتراكشن ما بين الاثنين. علشان كده الفريكشن هنا مينيمايزد، انا مش محتاج هنا فريكشن، والا هستهلك جزء كبير من الطاقه بتاعتي في الفريكشن، لان الكارد كونتراكشن طبعا 60 مره اسف في الدقيقه، ده ممكن يستهلك منه طاقه عاليه جدا لو كان في فريكشن. نروح بقى للسيمبل كوبويدال ابيثيلي، دي كوبويدال ودي كوبويدال ودي كوبويدال ودي كوبويدال ودي كوبويدال ودي كوبويدال ودي الكوبويدال سيل. الكوبويدال سيل مش لازم تكون مربع، ممكن تكون مسدسه بالشكل ده، بنسميها بولي هيدرال او بولي جونال سيل، لكن الاثنين بيتميزوا بوجود نيوكليس اراوند نيوكليس. ليه؟ لان المسافه ما بين التو سيلز اللي جنب بعضهم بتبقى متشابه. يبقى السيمبل كوبويدال ابيثيليوم ده عباره عن سنجل لير من الكوبويدال سيل مع الراوند نيوكلياي. موجود فين؟ اقول في الجلاندس وانا مستريح. يبقى السيمبل سكويمس ابيثيليوم موجود فين؟ حيث يوجد السموث سيرفيس زي البلاد فيزلز والبريتونيوم والبريكارديوم والبلورا البلاد كابيلاري والالفيولاي باعتبار ان هم ثين ممبرين. السيمبل كوبويدال موجود فين؟ في الجلاند، حيث السكريشن ثيرويد جلاند كيدني اوفري اند سو اون. ادي الليفر، ادي الاوفر، ادي الثيرويد، ادي الكوبويدال سيلز.
ادي الكوبويدال سيلز، ادي سيل، ادي كوبويدال، ادي كوبويدال، ادي كوبويدال. ايه اللي عرفني انها كوبويدال؟ شيء طبيعي ان واضح عندي حتى الديامتر بتاعي الطول تقريبا قد الارتفاع، لكن مش ده مش ده اللي واضح عندي قوي. اللي واضح هو الراوندد نيوكليس. ايه اللي مخليها راوندد نيوكليس؟ ان الارتفاع قد القاعده بالنسبه للخليه. حد شايف خلايا قدامه؟ تعال نرسم. دي البيزمنت تمبرين اللي انا مش شايف، لكن دي النيوكلياي اللي انا شايف. النيوكلياي انا اقدر ارسمها بخيالي على ان هي سيلز، اقدر ارسم السيلز بتاعتها بخيالي. لما ارسم السيلز بتاعتها بخيالي يطلع شكلها ايه؟ شكلها كوبويدال سيلز. كمان ما انساش ان كل اللي قدامي دي سيلز، يعني كل نقطة غامقة من دي عبارة عن نيوكليس، وبالتالي السيتوبلازم اللي حواليها واضح. كل الخلايا اللي في الشريحة او في السكرين اللي قدامي دي كوبويدال سيلز. ايه اللي عرفني انها كوبويدال سيلز؟ النيوكلياي بتاعتي راوندد وسنترال. والله انا اقدر اقول سنترال لان المسافات ما بين التو سيلز، يعني المسافة بين دي ودي تقريبا قريبة من المسافة بين دي ودي، والمسافة بين دي ودي قريبة من المسافة بين دي ودي، وهكذا. اقدر اقول ان المسافات بين النيوكلياي متساوي. ده الكولامنر. طب ودي كولامنر ودي كولامنر ودي كولامنر كولامنر، وخزنة الفلوس دي كمان كولامنر، والسيلز دي كولامنر. زي ما انت شايف السيلز الكولامنر عبارة عن شوب طويل، في الاخر تحت موجود قطعة من مش الفاكهة لا النيوكليس. يبقى السيمبل كولامنر ابيثيليوم ده عبارة عن كولامنر سيلز وبيزل اوفال نيوكليي، موجود فين؟ في الدايجستيف تراكت، في الجول بلادر، في الكيدني، في اليوترس، في اليوترين تيوب. هتقول لي طب يا دكتور انت بتقول لي هنا الكولامنر ابيثيليوم موجود في الكيدني، ولسه من شويه قايل ان الكوبويدال ابيثيليوم موجوده في الكيدني. طب انت المفروض تفهم من كده ايه؟ تفهم من كده ان في كوبويدال ابيثيليوم في الكيدني وفي كولامنر ابيثيليوم في الكيدني، مش كده وبس، لا، وفي سيمبل سكويمس ابيثيليوم موجود في الكيدني. طب موجود الثلاث انواع اللي في الكيدني، لان ده ليه وظيفه وده ليه وظيفه وده ليه وظيفه. ادي الدايجستيف تراكت وادي الكولامنر سيلز وهذه البيزمنت تمبرين اللي اقدر اتخيلها. ما بقدرش اشوف البيزمنت تمبرين قوي، لكن لما اجي اشوف دي النيوكليس الغامقه دي هي النيوكليس، الاقيها بيزل يعني ناحيه تحت، واوفال يعني ما هياش راوندد ولا هي فلات، فبسميها اوفال نيوكلياي او اوفال نيوكليس. طب حد شايف هنا ابيثيليوم؟ ادي بدايه البيزمنت تمبرين وادي النيوكلياي، ادي النيوكليس، ادي النيوكليس، ادي النيوكليس، ادي النيوكليس. كل اللي قدامي ده بحتان شويه ده نيوكلياي، يبقى الخليه بتاعتي اقدر ارسمها بالشكل ده. الخليه بتاعتي طويله خالص كده بالشكل ده، وبعدين الخليه الثانيه جنبها طويله كده، وبعدين الخليه الثالثه جنبها طويله كده، وهكذا. الاحمر اللي غامق ده ما يهمنيش قوي، ده موضوع تاني، لان واضح ان السيلز دي ما هياش هيومن سيلز، لكن دي هيومن سيلز. دي جي اي تي، دي اللي قدامي دي يا اما الديودرم يا اما الجيجنم يا اما الاليوم السمول انتستين. المكان ده موجود فيه الابسوربشن، الابسوربشن بيحصل في الحته دي، الاكل بيبقى موجود هنا وبعدين هيحصل له امتصاص ويدخل في المكان ده، هيعدي من خلال الخلايا دي. علشان كده الخلايا دي بلاقيها بالمنظر ده كولامنر سيلز. طب وايه اللي عرفني؟ انا مش شايف سيلز قدامي، ماشي، بس انا شايف نيوكلياي. والله ولا شايف نيوكلياي قوي، لكن انا اقدر اتخيل ان كل واحده يعني دي واضحه اهي، ادي نيوكليس وادي نيوكليس وادي نيوكليس وادي نيوكليس وادي نيوكليس، كل واحده من دي بتمثل خليه. الخليه بتاعتي ممتده من اول هنا كده لحد هنا كده، يبقى انا اقدر ارسمها كده وارسم دي جنبها كده وارسم دي جنبها كده، يقوم يبان شكلها كولامنر سيلز كده. اوضح شويه، كل دي مبطنه بكولامنر سيلز، ودي كمان كولامنر سيلز، والله ودي واضحه جدا كولامنر سيلز. يبقى خلاصه الكلام ان الابيثيليوم عندي بالنسبه للسيرفس ابيثيليوم يعني يا اما سيمبل يا اما استراتيفايد. نبص كده، السيمبل سكويمس والاستراتيفايد في نوع اسمه سكويم، كوبويدال كوبويدال، كولامنر كولامنر. ايه الاستراتيفايد ابيثيليوم بقى؟ عندي بيزمنت تمبرين اللي هي الارضيه، وبعدين
السيلز اللي هي الطوب اللي احنا شايفينه ده مرصوص فوق البيزمنت تمبرين، يبقى مش كل الطوب ده واقف على الارض، لا ده اللير الاولانيه دي هي اللي واقفه على الارض، لكن اللي فوقيها واللي فوقيها واللي فوقيها واللي فوقيها ما لهمش اي علاقه بالارض، عشان كده بنسميه استراتيفاي. يبقى هو الاستراتيفايد ابيثيليوم كونسيست اوف مور ذان وان لير. الطوب ده اللي مرصوص فوق بعضيه ده استراتيفايد. دي استراتيفايد يا سيدي، قال لك استراتيفايد لان الطوبه اللي فوق دي ما بتوصلش الارض. طب لو وصلت الارض لا يبقى سيمبل، يعني انا لو رصيت الطوب ده فردته على الارضيه كده يبقى سيمبل طوب، لكن لما ارصه فوق بعضيه كده يبقى الطوبه اللي فوق دي مش بتوصل الارض. طبعا تخانه الجدار اللي انت شايفه ده طوبه واحده، لكن ده ما هوش هو الابيثيليوم برضه، لا ده هو بالطريقه دي ومفروض بقى لورا كتير جدا، طبعا هنشوفه دلوقتي بالتفصيل. لكن الابيثيليوم الاستراتيفايد ابيثيليوم يا اما سكويمس هو كمان، يا اما كوبويدال يا اما كولامنر. اللي يهمني قوي 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 هو السكويمس، عايزين نركز عليه لان الكوبويدال والكولامنر فيري رير ان انا اشوفه في الهيومن. السكويمس ابيثيليوم يا اما كيراتينايزد يا اما نان كيراتينايزد. هنعرف يعني ايه؟ يبقى قلنا الاستراتيفايد سكويمس ابيثيليوم اول لير بسميها البيزل لير، ودي بتبقى كولامنر سيلز. نبص كده مع بعض، ادي البيزل لير بتبقى كولامنر سيلز، وبعد شويه الاقي السيلز دي بقت بوليجونال او بوليهيدرال او كوبويدال سيلز. يعني انت لو سميتها كوبويدال سيلز مفيش مشاكل، بوليجونال مفيش مشاكل، بوليهيدرال مفيش مشاكل. يعني ايه؟ يعني ملهاش شكل منتظم، غير منتظمه الشكل. السوبرفيشال لير كل ما اطلع لفوق الاقي الخلايا بتاعتي بقت فليت والنيوكليات بتاعتي بقت فليت. البيزل لير بتبقى كولامنر، والميدل ليرز بتبقى بوليهيدرال او بوليجونال، والسوبرفيشال ليرز بتبقى فليت او سكويمس. النيكراتينايزد بيبقى السيرفس عندي مويست، علشان كده بيبقى نان كيراتينايزد، يعني بقك من جوه متبطن بنان كيراتينايزد ابيثيليوم. اللبس من جوه متبطنه بنان كيراتينايزد ابيثيليوم. لما امشي صباعي من جوه لبره الاقي الابيثيليوم بقى على اللب كيراتينايزد، يبقى اللي جوه ده نان كيراتينايزد واللي بره بيبقى كيراتينايزد. خد بقى الاسوفيجاس والفارينكس والفاجينا، وفي اماكن كتير جدا بيبقى الابيثيليوم فيها نان كيراتينايزد استراتيفايد سكويمس ابيثيليوم. ادي البيزمنت تمبرين، الطبقه الصفراء اللي تحت دي، دي البيزمنت تمبرين، وادي السيلز زي ما انت شايف كولامنر سيلز، دي كولامنر سيل كولامنر سيل كولامنر سيل ومرصوصه الى ما لا نهايه. دي البيزل لير، البيزل لير دي يبدا يحصل لها سيل ديفيجن علشان تعمل اللير اللي فوقيه. فعلا عملت لير فوقيه، بقى عندي كام لير دلوقتي؟ تو لير. اللير دي واصله البيزمنت تمبرين واللير دي مش واصله البيزمنت تمبرين. في تحت البيزمنت تمبرين هنا بلاد فيزلز، البلاد فيزلز دي بتغذي السيلز دي. طب هل النيوتريشن اللي هتوصل هنا قد النيوتريشن اللي هتوصل هنا؟ طبعا مستحيل، علشان كده اللير الثانيه دي دي صغرت شويه، وبعد شويه النيوتريشن بتقل صغرت كمان شوي ولسه بتصغر كمان شوي، هيحصل بعد شوية ريبليكيشن. يبقى الخلايا دي صغرت خالص والخلايا دي طالعة من دي، فلسه طويلة كده وصحتها حلوة، لكن بعد شوية هتصغر هي كمان، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى انا عندي اول لير بتاعتي بقت كولامنر، اللي هي البيزل لير بتاعتي بقت كولامنر، كانت كولامنر. الميدل ليرز بوليهيدرال او كوبويدال، لكن السوبرفيشال لير بتبقى اسكويمس. طبعا واضح ان انا في ويت اريا هنا. السوبرفيشال سيلز دي على قد ما هي بتوصل لها شويه نيتريشن صغيرين 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 من هنا من هنا من هنا كده عن طريق الانتراسيلولار سبيس، برضو بيوصل لها شويه ميه من فوق حسب الميديا اللي هي قاعده فيه. يعني بقي مليان سلايفا، يبقى السلايفا هتغذي السيلز دي فهتخليها دايما خلايا حيه. لكن لو انا في دراي اريا الاقي الخليه دي
ما بيوصلهاش الغذاء اللي النيوتريشن اللي بتوصلها من هنا ضعيفه جدا، ومفيش ميه تحافظ عليها من فوق، فتبدا الخلايا تموت بعمليه بنسميها ابوبتوزس. لما الخلايا تموت تبدا تفقد النيوكليس بتاعتها، ولما تفقد النيوكليس بتاعتها السيتوبلازم بتاعها ما عادش بقى سيتوبلازم، فتتملي ماده اسمها الكيراتين. علشان كده بنسمي ده كيراتينايزد ايبيثيليوم. يبقى امتى الاقي الكيراتينايزد ايبيثيليوم؟ في الدراي سيرفيس. طب اللي قدامي ده فين الابيثيليوم؟ من اول هنا لحد هنا. يعني انا ممكن امشي على الخط اللي ايه ده كده بالمنظر ده، علشان اقول هنا المفروض في بيزمنت ممبرين. اول لاير دي المفروض ان هي الكولامنر سيلز، وبعدين تيجي بعدها البولي هيدرال سيل بالشكل ده، ولما اطلع فوق الاقي الخلايا بتاعتي بقت فيلات او سكويمس. يبقى ده نوعه ايه؟ استراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم. ادي البيزمنت ممبرين، وادي كمان تيشو تاني عباره متبطن بايه او متغطي بايه؟ باستراتيفايد سكويمس ايبيثيلي. نشوف كده الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيليوم اهو، ده الاستراتيفايد سكويمس ايبيثيلي. ادي البيزمنت ممبرين ما بين الخط الابيض واللون الاحمر، وانا مش شايفها طبعا. في فوقيها خط غامق لونه بنفسجي، ده البيزل لير، بعد كده البولي هيدرال لير، واخر حاجه السوبرفيشال سكويمس لير اللي برضو هي كمان مش واضحه عندي. يبقى ده الكيراتينايزد، نفس الكلام اللي فات، لكن هنا بقول انه موجود فين؟ في السكن. يبقى ليه موجود في السكن؟ وده سؤال ممكن يجي لنا طبعا. ليه موجود في السكن؟ علشان هو بروتكتيف. الكيراتين ده بيبقى لير بتعمل بروتكشن. نشوف كده الكلام. تف اند ريزيست فريكشن. امتى لما بحتاجه؟ امتى؟ لما يكون السيرفيس بتاعي دراي. لما يكون السيرفيس بتاعي دراي بيؤدي الى ديث اوف سوبرفيشال لير، بيؤدي الى ديث اوف سوبرفيشال لير، والديث اوف سوبرفيشال لير ده بينتهي في النهايه بتكوين الكيراتين لير، وبالتالي بيخلي الابيثيليوم بتاعي تف and resist friction زي ما قلت لك، بيحميني من المشاكل اللي ممكن تحصل للسكن. ده الابيثيليوم اوله فين؟ اوله اهو هنا البيزمنت. بني شايف الليرة دي كولامنر سيلز ازاي، والنيوكليا بتاعتي بيزل واوفل، اللي في النص بولي هيدرال، وبعدين اطلع فوق الاقي اسموس سوري الاقي فلات نيوكلياي. بعد الفلات نيوكلياي كان هنا فلات نيوكلياي، لكن النيوكلياي اختفت وتبقى عند السيتوبلازم مليان كيراتين، فتحول الى كيراتينايزد ايبيثيليوم، او زي ما انت شايف البيزل لير كولامنر، الميدل لير بولي هيدرال، وبعدين او بولي جونال، والسوبرفيشال لير بتاعتي فلات، والاخر متغطيه بكرياتين. ادي الايبيثيليوم تاني. البيزمنت ممبرين موجوده هنا كده، السيلز بتاعت البيزل لير بتاعت الكولامنر، وبعدين بولي هيدرال، واخر حاجه عندي السوبرفيشال لير بتبقى سكويمس ومتغطيه بايه؟ متغطيه بالكيراتين. ده بالنسبه للاستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم. الاستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم دي فيري ريل، لكن موجود اشهر مكان ليه الدكت اوف سويت جلانس. ادي السويت جلانس زي ما انت شايف كده، الضغط بتاعتها متغطيه باستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم. ادي الاستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم، ده كمان الاستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم، لكن في الاستراتيفايد كوبويدال ايبيثيليوم بيبقى مور ذان وان لاير اوف كوبويدال سيلز، غالبا ما اشوفش في بيزل كولامنر سيلز. الاستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم في منه نان سيليتد، وده موجود في الفورنكس اوف كونجنكتايف، وفي سيليتد وده موجود في السوفت بالت والفيتال اسفجس. يعني ايه فورنكس اوف كونجنكت؟ طيب تعالى كده نبص مع بعض. ادي الكونج، ادي الاي، ادي الاي، الحته البياض العين ده متغطي بايبيثيليوم بسميه كونجنكت تايب. ده واحد الكونجنكت تايب بتاعته حمر، ادي الكونجنكت تايب، ادي الكونجنكت تايب اللي هو الحته مش اللون الابيض، مبطنة اللون الابيض اللي فيه تحتها البلاد فيزلز اللي احنا شايفينها دي، اللي الواحد يبقى عينه حمراء او عينه رايقه، دي الكونجنكتايف. البلاد فيزلز اللي تحت الكونجنكتايف هي اللي بتحدد اذا كانت عينك حمراء ولا عينك رايقه. دي ده الجفن
الجفن كمان متغطي بالكونجنك. طيب عند الفورنكس ده اللي هو نقطة الالتقاء ما بين الجفن وما بين بياض العين، ده بنسميه الفورنكس اوف كونجنك. طيب عند المكان ده بلاقي الميوكاس مبرين دي متغطية بأنهي نوع من الإبيثيليوم، أنهي نوع من أنواع الإبيثيليوم؟ بالستراتيفايد كولامنر إبيثيليوم. وده كمان استراتيفايد كولامنر إبيثيليوم وفي جوبلت سيل. ده ايه؟ ده السوفت باليت، سوفت باليت، او ده السوفت باليت اللي فيه استراتيفايد كولامنر إبيثيليوم لكن بيبقى سيليتد. ده السوفت باليت. يبقى الإبيثيليوم مره تانية عند سيمبل سكويمس سيمبل كوبيدال سيمبل كولامنر، عند استراتيفايد سكويمس كوبيدال كولامنر. الرابع هنا الترانزيشنال إبيثيليوم. ايه ترانزيشنال ابيثيليوم؟ ترانزيشنال يعني متغير. متغير في ايه؟ متغير في في الشكل ولا في الثيكنس ولا في الوظيفه؟ لا، الوظيفه ثابته، لكن هو متغير في النمبر اوف لايرز. يبقى هو ترانزيشنال ليه؟ لان النمبر اوف لايرز بتتغير من وقت لوقت. ازاي يعني؟ الاول تركيبته ايه؟ البيزل سيل لاير أركوبويد اللي هي كونتاكت مع البيزمنت تيمبرين، الميدل لير بوليجونال زيه زي اي استراتيفايد ابيثيلي، السوبرفيشال لير بتبقى كوبويد. يعني نقدر نعتبره استراتيفايد كوبويد ابيثيليوم، والله انت حر، بس هو هنا اهم ما يميزه ما هواش لا النمبر اوف لايرز ولا شكل اللير اللي فوق، لكن اهم ما يميزه ان النمبر اوف لايرز تشينجبل اكوردنج تو ذا ستيت اوف ذا اوركل. اوكي، موجود فين؟ موجود في اليورينري سيستم. يعني لما يتوه منك الكلام اكتب موجود فين؟ في اليورينري سيستم. فايدته ايه؟ ان هو ترانزيشنال، يعني تشينجبل، تشينجبل ان ذا نمبر اوف لايرز. عشان كده موجود في اليورينري بلادر وفي اليوريتر. ادا ترانزيشنال ابيثيليوم، فين الابيثيليوم؟ ادا الابيثيليوم دي البيزمنت تمبرين، فوقيها اللي فوق ده عباره عن ابيثيليوم، اللي فوق ده عباره عن ابيثيليوم. زي ما انت شايف البيزل لير دي، البيزل لير اهي عباره عن كوبيدال سيلز، الميدل لير عباره عن بوليهيدرال سيلز، السوبرفيشال لير هي كمان عباره عن كوبويدال سيلز. شايف النيوكليي بتاعتي سنترال وراوندد بالمنظر ده، بنسميها ترانزيشنال ابيثيليوم. اخر حاجه هنتكلم فيها هي السور ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. ادي السور ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم. تمام، نبص عليه كده. انا مش شايف حاجه، انت شايف حاجه؟ طب تعالى كده نبص ونركز، هنلاقي في هنا خط هسميه بيزمنت تمبرين. اهو واضح حتى هنا كويس، الحته دي بيزمنت تمبرين، في فوق البيزمنت تمبرين ده ابيثيليوم. ابيثيليوم ده شكله ايه؟ كولامنر. ليه؟ ايه اللي عرفك انه كولامنر؟ النيوكليي بتاعتي بيزل واوفل. جميل، الله، بس ده مستوى النيوكليوي مش مستوى واحد. يعني لما اجي ابص كده الاقي ده مستوى نيوكليوي، والاقي فيه فوق هنا نيوكليوي تاني. الله، يبقى ده استراتيفايد. لا، ده مش استراتيفايد. ليه؟ لان الخليه الطويله دي ام نيوكليوس فوق دي هي كمان بتوصل للبيزمنت تمبرين، مش راكبه على الخليه القصيره. عشان كده انا عندي خليه طويله وخليه قصيره، فلا هو سيمبل كولامنر ولا هو ستراتيفايد كولام. هو يبدو وكانه ستراتيفايد لان انا عندي اكتر من لاير من النيوكلياي، لكن ما هوش ستراتيفايد. ليه ما هوش ستراتيفايد؟ لان كل الخلايا بتوصل للبيزمنت تمبرين، الطويل والقصير بيوصل للبيزمنت تمبرين. الملحوظ هنا ان انا الاقي فيه هنا شعر، اللي هي الطبقه الحمراء البينك الخفيف فوق دي، دي فوق الابيكال سيرفيس، الخلايا اصلا بتنتهي هنا كده، والاقي فيه فوق حته بهتانه شويه. دي ايه؟ دي عباره عن يا اما سيليا
يا اما مايكروفيلاي، لكن في الغالب، مش في الغالب اكيد، طالما سورو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليوم الاقيه سيليتر. دي هنا الصوره اوضح جدا، ادي النيوكلياي ما هياش مستوى واحد، لكن الخلايا كلها ريستنج على البيزمنت التمبرين اللي هي دي، وبرده موجود فيه فوق مايكروفيلاي بالشكل ده. هنا طبعا الصوره اوضح جدا، ادي السيليا كده، ادي الابيكال سيرفيس اللي هو الخط الغامق ده، وادي البيزمنت تمبرين اللي هي لونها اخضر شويه دي. هنا بقى الاقي السيلز بتاعتي مستويين من النيوكليار، في مستوى تحت اهو وفي مستوى فوق اهو، فانا عندي تو ليفلز اوف نيوكلياي، ده بسميه سودو ستراتيفايد كولامنر ابيثيليا، ومعاه جوبلت سيل. ايوه دي الجوبلت سيل. يبقى انا عندي تول سيل وشورت سيلز، ده في السولو ستراتيفايد. التول سيل الاثنين ريست على البيزمنت برين، الاثنين ريتش السيرفيس، دي نارو بيز وبرود ايبكس، ده برود بيز ونارو ايبكس، عكس بعض زي ما احنا كنا بنحاول نرسمه. في منه سيليتر وفي نان سيليتر. الاماكن هنا مهمه جدا. السيليتر موجود في التراكيه والبرونكاي والنزل الكبدي، يعني في الريسبيراتوري، حتى بنسميه ريسبيراتوري ايبيثيليوم. يبقى الريسبيراتوري ايبيثيليوم عباره عن سورو ستراتيفايد كولامنر سيليتر ايبيثيليوم ويز جوبليت سيل. النان سيليتر موجود فين؟ موجود في اليوريثرا وفي اللارج داكتس اوف ذا جلاندز. الله، يبقى انا عندي هنا اربعه وعندي هنا اربعه، عندي هنا ثلاثه شبه الثلاثه اللي هنا، سكويمس وكوبويدال وكولم، وبعدين عندي هنا نوع مختلف بسميه سولو ستراتيفايد، ونوع هنا مختلف بسميه بسم الله الرحمن الرحيم. خلونا النهارده ان شاء الله نكمل الابيثيليوم. المره اللي فاتت عرفنا الكاركترز اوف ابيثيليوم، انواع الابيثيليوم، واتفقنا ان هو اربع انواع: ابيثيليوم ممبرين او سيرفيس ابيثيليوم، جلاندولار ابيثيليوم، مايو ابيثيليوم، اند نيورو ابيثيليوم. اتفقنا على الكاركترز اوف ابيثيليوم، والكاركترز اوف ابيثيليوم دي اللي بتنطبق على السيرفيس ابيثيليوم هي نفسها اللي بتنطبق على الجلاندولار ابيثيليوم. يعني ايه جلاندولار ابيثيليوم؟ دي مجموعه من الخلايا من الابيثيليا سيلز بتتخصص في عمليه السكريشن. بتفرز ايه؟ وظائف السكريشنز دي ايه؟ موجوده فين؟ كل دي تفاصيل بتعرفها في خلال السنه دي والسنه اللي جايه. لكن ان جنرال تقسيمه المجموعات دي من الخلايا او الجلاندز دي اللي انا هسميها جلاندز دلوقتي، حسب اتجاه السكريشن بقسمها الى ثلاث انواع: اكسوكراين واندوكراين وميكسد. طبعا في سؤال انت هتساله، طب الميكس الجلاند دي هل السيلز نفسها بتشتغل اندوكراين واكسوكراين، ولا الجلاند فيها سيلز بتشتغل اندوكراين وسيلز بتشتغل اكسوكراين؟ طبعا النظامين موجودين. يعني لو بصينا على الليفر هنلاقي الهيباتوسايت او الخلية الكبدية ذاتها بتشتغل اندوكراين، وهي نفس الخلية دي بتشتغل اكسوكراين. لكن لو بصينا على البنكرياس بلاقي في مجموعه من السيلز بتشتغل اندوكراين ومجموعه من السيلز بتشتغل اكسوكراين. يعني ايه اكسوكراين جلاند؟ دي مجموعه من الخلايا السكريشنز بتاعتها بتوصل للسيرفيس، سواء كان السيرفيس ده اكسترنال او السيرفيس ده انترنال سيرفيس. يعني ايه اكسترنال سيرفيس ويعني ايه انترنال سيرفيس؟ اكسترنال سيرفيس زي السكن، امشي ايدي كده على السكن الاقي فيه سكريشن، سواء كان سويت سكريشن او سيبيشيس سكريشن. احط ايدي على عيني الاقي فيه دموع، الدموع دي عباره عن سكريشن، فده اكسترنال سيرفيس. طب الانترنال سيرفيس؟ لا، ده جوه الهول اورجان، يعني ممكن الاقي في الاستومك في سكريشن، في السمول انتستين في سكريشن، في اللارج انتستين في سكريشن. السكريشنز دي في النهايه لازم تفرزها جلاندز. السكريشن دي علشان توصل للسيرفيس ده اللي هو جوه الاستومك لازم توصل عن طريق داكتس، ده عكس الاندوكراين. في الاندوكراين السكريشن بتروح على طول للبلاد. تعال نتفرج على الاثنين. اللي على ايدك الشمال دي اندوكراين جلاند، اللي على ايدك اليمين دي اكستوكراين جلاند. وهنا معنى كلمه جلاند يعني مجموعه من السيلز بتبقى موجوده جوه كوره. يعني انت تتخيل الرسمه اللي قدامك دي مش فيلات بالشكل ده، لا دي كوره مليانه سيلز. الكوره دي بتعمل سكريشن. السكريشن ده انت بتسأل نفسك هل السكريشن ده بيعدي من الخلية على طول، يعني هو بيطلع من الخلية من هنا كده على طول
ليه بره؟ ايه اللي بره هنا؟ موجود هنا الكونكتيف تيشو، دي البيزمنت ميمبرين والسيلز اللي بتعمل سكريشن. موجود هنا الكونكتيف تيشو، الكونكتيف تيشو دي مليان بلاد كابيلر، يبقى السكريشن دي هتسيب الخليه وتعدي من البيزمنت ميمبرين وتلاقي هنا البلاد كابيلر، يبقى دي بسميها اندوكراين جلاند. نفس الكره هنا او كره شبهها بالظبط، مجموعه من السيلز قاعده جوه كوره، الكوره دي متبطنه من بره ببيزمنت ميمبرين، وفي برضه جنبها كونكتيف تيشو لاير اللي مليانه بلاد كابيلرز. السكريشنز دي ما بتروحش في اتجاه البلاد، لا دي بتتجمع جوه الكوره اللي بنسميها اليومن، الفراغ اللي جوه ده بنسميه اليومن، يبقى ده اليومن. السكريشنز بتسيب الخليه وتروح لليومن، وبعدين تمشي 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 لحد ما تلاقي هنا فتحه بنسميها الضغط، توصل من الضغط ده يا اما للاكسترنال سيرفيس يا اما للانترنال سيرفيس. طيب هنكبر الصوره شويه، دي خليه بتعمل سكريشن، في هنا بيزمنت ميمبرين، ده جزء من كوره، اللي بره هنا الكونكتيف تيشو اللي مليان بلاد كابيلر، السكريشن بتسيب الخليه وتروح على طول للبلاد كابيلر، ده عكس الاكسوكراين. لو نبص على الاكسوكراين هلاقي السكريشنز ما بتروحش ناحيه البلاد، لا دي بتسيب الخليه وتروح ناحيه اليومن. ليه ناحيه اليومن؟ علشان اليومن ده فيه فتحه بتوصل للاكسترنال او الانترنال سيرفيس. لكن الاكسوكراين جلاند تعالى النهارده نشوف ازاي نعمل لها كلاسيفيكيشن. لما نقول كلمه كلاسيفيكيشن يبقى لازم نقول اكوردنج تو، يعني لما اعمل كلاسيفيكيشن يبقى بعمل كلاسيفيكيشن على بارامتر واحد. زي بنقول دايما لما احب اقسم مجموعه الطلاب اللي قدامي عندي كذا طريقه لتقسيمهم، ممكن اقسمهم حسب الجندر للميل وفيميل، لكن ممكن اقسمهم حسب الطول الى طول شورت اند ان بتوين. طيب هل كل الميلز طول؟ لا طبعا. هل كل الفيميلز شورت؟ لا طبعا. ايا كانت التقسيمه بتاعتي لازم اخد بارامتر واحد علشان اقسم اعمل كلاسيفيكيشن. فلما اقول كلاسيفيكيشن اوف اكسوكراين جلاند بسال نفسي انا هعمل الكلاسيفيكيشن ده اكوردنج تو وات. عندي كذا كلاسيفيكيشن، اول كلاسيفيكيشن في الاكسوكراين جلاند اكوردنج تو ذا نمبر اوف ذا سيلز، الثاني اكوردنج تو ذا نيتشر اوف سيكريشن، الثالث اكوردنج تو ذا مود اوف سيكريشن، الرابع اكوردنج تو ذا داكت سيستم، الخامس اكوردنج تو ذا سيكريتوري بارت. يبقى انا عندي كام كلاسيفيكيشن؟ 5 تايبس اوف كلاسيفيكيشن. يعني واحد جاب الجلاندز اللي في الجسم كلها وقال ايه؟ وقال والله حسب النمبر اوف ذا سيلز انا عندي فيه يوني سيلولار جلاندز وفيه مالتي سيلولار جلاندز. طب اليوني سيلولار جلاندز دي زي ايه يا سيدي؟ قال لي زي الجوبلت سيل. ادي الجوبلت سيل، موجوده فين الجوبلت سيل؟ في الريسبيراتوري ابيثيليوم اللي هو سورو ستراتيفايد كولامنر سيليتد ابيثيليوم وذ جوبلت سيل. الخليه دي هي الجوبلت سيل. الجوبلت سيل دي فايدتها تفرز ميوكس، الميوكس المفروض يغطي لي السيليا دي كلها علشان لو اي حاجه بتيجي على الريسبيراتوري ابيثيليوم وانت بتتنفس الهواء بتاعك تيجي تلزق على الميوكس ده، وبعدين السيليا دي تحرك الميوكس لبره وانت تطلعه بره الريسبيراتوري سيستم عن طريق الكحه او عن طريق العصب. يبقى الجوبلت سيل دي تفرز ميوكس، الميوكس الاول بيبقى اسمه ميوسين، تيجي الجوبلت سيل تفرز ميوكس، الميوكس يغطي كل السيليا دي، ده بالنسبه للجوبلت سيل. طب ايه بقى المالتي سيلولر؟ احنا عرفنا اليوني سيلولر، دي اليوني سيلولر. طب ايه هي المالتي سيلولر؟ ما دون الجوبلت سيل اي اكسوكراين جلاند في جسمك عباره عن مالتي سيلولر جلاند. يبقى احنا خلصنا according to the number of the cell according to the nature of the secretion. اقسم الجلاندز دي لايه؟ نشوف كده according to the nature of secretion، في جلاندز بتفرز ميوكس، في جلاندز بتفرز سيرس فلويد، في جلاندز بتفرز ميوكو سيرس فلويد. هتسالني الجلاندز اللي بتفرز ميوكس فلويد هل هي يوني سيلولار ولا مالتي سيلولار؟ ممكن دي ممكن دي. طب اللي بتفرز سيرس فلويد هل هي يوني سيلولار ولا مالتي سيلولار؟ ملهاش علاقه. وكذلك الوضع بالنسبه للميوكو سيرس جلانس، ميوكس جلانس يعني بتفرز ميوكس زي ايه؟ زي الجوبلت سيل، والجوبلت سيل دي يوني سيلولار. كلمه سيرس في حد ذاتها معناها فلويد ريتش ان انزايم، يعني سائل جزء كبير منه عباره عن بروتين. زي ايه؟ زي السلايفا جزء كبير منها
الجزء اللي بيتفرز من البارود الجيلان، طبعا البارود الجيلان دي انت عارف موجوده فين، لو حطيت على الفك السفلي كده جنب ودنك يبقى دي البارود الجيلان. البارود الجيلان دي بتفرز فلويد اللي احنا بنسميه سلايف. الفلويد بتاع البارود الجيلان ده ريتش ان انزيم، طبعا الانزيم دي ليها وظائف كتيره هنعرفها مع الايام. الميوكوسيرس جيلان بتفرز الاثنين زي السب مانديبولار جلان، ودي برضو واحده من السليفر جلان، لو حطيت ايدي كده تحت المانديبول يبقى انا ايدي على السب مانديبولار جلان. بتفرز ايه؟ بتفرز سلايفا هي كمان، بس السلايفا اللي بتفرزها السب مانديبولار جلان غير السلايفا اللي بتفرزها الباروتيد جلان. الباروتيد جلان بتفرز انزيمز انا محتاجها في عمليه الدايجيشن، لكن السب مانديبولار جلان بتفرز لي ميوكس انا محتاجه في عمليه السوالوينج علشان ابلع الاكل بتاعي كويس. يبقى لو انا ارجع تاني للسلايفا الاقي في جزء منها سيرس وجزء تاني ميوكس. في فاتي سكريشن زي سبيشيس جلانز، سبيشيس جلانز دي بتفرز فاتي سكريشن موجود على السكين بتاعك اللي بيخلي البشره دهنيه. البشره الدهنيه دي نتيجه ايه؟ نتيجه افراز زياده من السبيشيس سكريشن، لكن البشره الغير دهنيه بتبقى فقيره في عمليه سبيشيس سكريشن، دي بنسميها فاتي سكريشن. في واكسي سكريشن بتبقى زي الشمع ودي موجوده في الاكسترنال اير. في ووتر سكريشن زي سويت جلانز، سويت جلانز دي بتطلع ميه ريتش ان الكترولايتس ما فيش فيها انزيمز، ده بنسميها ووتر سكريشن وتختلف عن السيرس سكريشن. اخر حاجه السيلولار سكريشن، وعندي هنا السكريشن بتاع الاكسوكراين جلاند عباره عن سيلز زي السبيرمز اللي بتفرزها التستس او الاوفا اللي بتفرزها الاوفري. خلصنا احنا مع بعض كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا نمبر اوف سيل، وعرفنا في يونا سيلر مالتي سيلر. اكوردنج تو ذا نيتشر اوف سكريشن عندنا حوالي 6 انواع طبعا كلنا لسه فاكرينهم. اكوردنج تو ذا مود اوف سكريشن، يعني ايه مود اوف سكريشن؟ بتطلع الافرازات بتاعتها دي ازاي؟ ثلاث انواع، في بيروكراين وفي ابوكراين وفي هولوكراين. يعني ايه ميروكراين جلاند؟ بص كده، سكريشن باي اكزوسيتوزس بالطريقه اللي احنا اتعلمناها في الشابتر رقم 2 في ذا سيل. عرفنا ان الخليه علشان تطلع السكريشن اللي جواها اللي بره بتطلعها في صوره سكريتوري جرانيولز او في صوره فيزيكلز. الفيزيكلز دي بتروح ناحيه السيل ممبرين والسكريشن بتطلع عن طريق الاكزوسيتوزس لبره الخليه وبالتالي بره الجلاند. لكن احيانا السكريشنز دي وهي طالعه تاخد حته من السيل ممبرين تدمر السيل ممبرين، لكن الخليه زي ما هي لسه موجوده، لكن جزء من السيل ممبرين بيتدمر بنسميها ابوكراين، يبقى سمول بورشن اوف ذا ابيكال سيتوبلازم ريليزد مع طبعا السيل ممبرين. لكن الهولوكراين كل الخليه بتتدمر وبالتالي بتطلع الخليه كلها مع السكريشن. المثال بتاع الميروكراين زي الباروتيد وزي السامندبلر وزي السابلينجوال وزي البنكرياس وزي الليفر، كل الجلانس اللي انت حافظها من كتاب الهيستولوجي او كتاب الفسيولوجي. لكن الابوكراين زي الممر جلاند، الممر جلاند جزء من السيل ممبرين بيطلع مع الملك في السكريشن وجزء من السيتوبلازم برضه بيطلع مع الملك اثناء السكريشن. لكن الهولوكراين جلاند زي ايه؟ زي السبيشيس جلاند، يبقى الخليه اللي بتفرز الفاتي سبستنس دي اللي اسمها سبيشيس سكريشن، الخليه وهي بتفرز السبيشيس سكريشن دي بتتدمر كلها وبتطلع مع السكريشن. تعالوا شوفوا كده الميروكراين جلاند عادي خالص زي ما احنا اتعودنا وزي ما احنا حفظنا، السكريشن بتطلع من الخليه من هنا وتدخل على اليومن والسيل ممبرين زي ما انت شايف كونتاكت حلو خالص ليه، تطلع بالاكسوسيتوزس. طب نبص كده على الابوكراين جلاند، دي ابيكال سيل، الابيكال سيل ممبرين بكل ما يحصل سكريشن يقع وبالتالي حته من السيتوبلازم بتدخل هنا مع السكريشن، ده في الممبر جلاند. طب تعالى كده نشوف الهولوكراين جلاند، كل الخليه الخليه كلها كل السيتوبلازم بتاعي بيتدمر وبعدين الخليه تتبني مره تانية. شايف بعد السكريشن ترجع تاني تتكون الستيم سيل اللي هنا دي بتعمل لنا خليه تانية تبدا في عمليه سكريشن جديده وهكذا، دي موجوده في بيشيرز جلاند. خلصنا كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا نمبر اوف سيل، اكوردنج تو ذا نيتشر اوف سكريشن، اكوردنج تو ذا مود اوف سكريشن. رابع كلاسيفيكيشن اكوردنج تو ذا داكت سيستم، ادي الداكت سيستم. الداكت سيستم لو كان عندي بيتكون من داكت واحده بالشكل ده تم الجلاند بتاعتي السيمبل جلاند، لكن لو كان الداكت سيستم بتاعي اكتر من فرع بالشكل ده حتى لو كان فرعين اتنين بس بسميها كومباوند
gland. ده according to the duct system. According to the secretory part, عندي ثلاث أنواع. في tubular, secretory part appears as a tubule. في alveolar يعني زي الكورة. في tubule و alveolar يعني كورة وركب فيها أنبوبة. والاثنين بيعملوا secretion. لسه أنا هنا ما اتكلمتش عن الدكت سيستم. لكن ده الجزء اللي بيعمل secretion في الجلاند. أمال الدكت سيستم ده الجزء اللي بيوصل السكريشن للإكسترنال أو الإنترنال سيرفيس. أدي tubule لو أخدت فيها سكشن. مجموعة من السيلز، انت تخيل انبوبة اختبار قدامك ورصيت فيها من جوه مجموعة من المكعبات، لكن سبت فراغ في النص، يعني المكعبات صغيرة بحيث انك تسيب فراغ في النص. المكعبات دي هي السيلز بتعمل سكريشن جوه في الفراغ علشان السكريشن يوصل ليومن، وبالتالي انا محتاج هنا دكت جيد. طب هنا ادي الكورة حطيت فيها برضو مجموعة من السيلز، والسيلز دي بتعمل سكريشن في اليومن ده علشان يوصل لدكت هنا. لكن السكريتوري بارت هنا شكله منظره عامل زي الكور. تيوبيولو الفولا زي ما انت شايف جزء عامل زي الكره ومتوصل بيه انبوبه، والانبوبه دي كمان بتعمل سكريشن. يبقى ده تيوبيولو، ادي التيوب اهي، والفولار الكره اهي. يبقى ده تيوبيولر وده الالفولار وده التيوبيولو الفولار. ما اتكلمناش هنا عن الدكت. يبقى الجلاند بتاعتي لو كانت الدكت بتاعتها واحدة بس يبقى بسميها سامبل، لو كانت أكتر من واحدة بسميها كومباوند، أدور على السكريتوري بارت. لو كانت تيوب يبقى تيوبولر، لو كانت ألفولر، لو كانت ألفيولس. طيب ده السكريتوري بارت. تايبز أوف مالتي سيلولار جلاندز. لما أجي أقول تايبز أوف مالتي سيلولار جلاندز غير الكلاسيفيكيشن، أنا ممكن أحط كذا كلاسيفيكيشن مع بعضيها علشان اقول عليه تايب. ازاي؟ ادي السيمبل جلاند، يبقى لما اقول سيمبل جلاند يبقى دي سيمبل تيوبولار جلاند. يعني ايه سيمبل؟ يعني ليها دكت واحده. يعني ايه تيوبولار؟ يعني السكريتوري بارت بتاعها بشكله تيوبيول. ده سيمبل الفولار جلاند. طب وده سيمبل تيوبيولو الفولار جلاند. ده موجود فين؟ ده في الانتستين. طب السيمبل الفولار الاقيه فين؟ في السبيشيس جلاند. طب السيمبل تيوبيولو الفولار الاقيه فين؟ دارير في الهيومن. يبقى ده بالنسبه للسيمبل. طب انا حكمت عليها سيمبل ليه؟ لان هي الدكت بتاعتها واحده بس. اكيد انا متوقع دي كمان سيمبل. سيمبل برانشد. سيمبل ليه؟ علشان دكت واحده. برانشد ليه؟ علشان الاستكريتوري بارت بتاعها بيتكون من تو بارتس. نقول على دي ايه؟ سيمبل برانشد. لكن دي تيوبولر ودي الفولار، ودي برضه سيمبل برانش تيوبولو الفولار جلان. يبقى انا عندي سيمبل برانشد تيوبولر، وسيمبل برانشد الفولار، وسيمبل برانشد تيوبولو الفولار. الاقي دي فين؟ في الاستومك. الاقي دي موجوده فين؟ في السبيشيس جلان. الاقي دي موجوده فين؟ في الاورال كافيتي. هتقول لي طيب يعني السبيشيس جلان موجود فيها سيمبل الفولار وسيمبل برانشد الفولار؟ يس، الاثنين موجودين في السبيشيس جلان. دي السيمبل. طب نبص كده على الكومباوند. في عندي كومباوند تيوبولر، وفي كومباوند الفولار، وفي كومباوند تيوبولو الفولار. موجودة فين؟ في الكيدني والليفر. موجودة فين؟ في الميموري جلاند. موجودة فين؟ في البروتيد والبنكرياس. ده بالنسبة للكومباوند جلاند. تعال كده نختصر الحكاية ونعمل التيبل ده. في سيمبل تيوبولر موجودة فين؟ في الانتست. في سيمبل الفولار موجودة فين؟ في السبيشيس جلاند. في سيمبل تيوبولو الفولار رير. في سيمبل برانش تيوبولر موجودة فين؟ في الاستومك. في سيمبل برانشيت الفولار موجودة فين؟ في السبيشيس جلاند. سيمبل برانشيت تيوبولو الفولار في الاورال كافيتي. في كومباوند تيوبولار في الكيدني. في كومباوند الفولار في الميموري جلاند. في كومباوند تيوبولو الفولار زي البنكرياس والباروتيد جلاند. المايو ابيثيليوم. المايو ابيثيليوم ده النوع الثالث من الابيثيليوم، هنقوله بسرعه. دي عباره عن مجموعه من السيلز بتشتغل مصل. طب ليه سميناه ابيثيليوم؟ علشان هي ريليتد للبيزمنت تمبرين. يبقى دي مجموعه سبيشاليز تايب اوف ابيثيليوم، بيبقى سبيندل ان شيب اتاتش مع بعضها
بالجاب جانكشن والديسموسوم ده طبعا ما يبرر لهاش ان هي تبقى ابيثيليوم، لان عندي الكاردياك ماسل برضو في بينهم بعض جاب جانكشن وديسموسومز. كونتين اكتين وانترميديت ومايوسين فيلمنت ده ما يشفع لهاش ابدا ان هي تبقى ابيثيليوم، لان السكليتال والكاردياك ماسل والسموث ماسل فيها الثلاث حاجات دي. لكن اللي يخليها ابيثيليوم ايه؟ اللوكيتد بتوين سكريتوري سيلز اند بيزمنت تمبرين، علاقتها بالبيزمنت تمبرين. فايدتها ايه؟ اتس كونتراكشن هيلب ذا اسينايت تو سكريشن. تعالى كده نشوف دي اسنس وليها داكت. الاسنس دي بتعمل سكريشن، السكريشنز ده سي ان هو فيسيت شوي او سي ان انا محتاجه بسرعه شوي. طب عندنا طريقه من اتنين، اما ان انا استنى السكريشن ده يزيد لحد ما يضغط وينزل هنا من المكان ده اوفر فلو، اوكي، او ان انا احط هنا نوع من العضلات الضعيفه اللي ريليتد بالابيثيليوم. نشوف كده، ادي سيلز اهي مايو ابيثيليال سيلز فيها اكتين وفيها مايوسين. السيلز دي بتحضن الاسنس بالشكل ده، بتلف حوالين الاسنس بالشكل ده، يبقى دي مايو ابيثيليال سيلز. لكن الشرط عندي ان يكون كل السيستم ده متغطي بالبيزمنت تمبرين. يحصل السكريشن، الخلايا الطويله دي يحصل لها نوع من الكونتراكشن، تضغط على السيلز اللي جوه دي او تضغط على اليومن اللي جوه ده، تبدا السكريشن تقع من الضغط دي. لو نبص على الصوره دي اجمل، دي سيلز، واللي انا شايفها دي المايو ابيثيليال سيلز، سواء كانت خليه واحده او خليه وليها فروع كتيره، بالظبط زي لو انت جبت برتقانه وحطيتها في ايدك، تقدر تعتبر ايدك دي كلها خليه واحده اسمها مايو ابيثيليال سيلز، وصوابعك دي برانشز طالعه من الخليه دي. البرتقانه دي هنعتبرها الاسنس، وبعدين لو انا عايز العصير بتاع البرتقانه ده يطلع بره اقوم محرك صوابعي او اساعد في خروج السكريشن، يبقى دي المايو ابيثيليال سيلز. عرفنا ليه هي مايو وليه هي ابيثيليال. النيورو ابيثيليال سيلز هي كمان زي ما انت شايف بتشتغل ابيثيليوم اهي، الميوكوس ممبرين الموجوده على اللسان ودي البيزمنت ممبرين. لو انا اشوف كده الاقي في مجموعه متخصصه من السيلز، هذه السيلز متفقه مع قانون الابيثيليوم، لكن بتتميز بايه؟ بان هي عندها القدرة على الإحساس. يبقى إذا ده إبيثيليوم اكتسب وظيفة تاني، ما اعتبرش ده أبدا تبع النيرفس تيشو، ما هوش جزء من البريفرال نيرفس سيستم، لا ده جزء من الإبيثيليوم تخصص في وظيفة جديدة اسمها الإحساس. عشان كده أنا هخليه إبيثيليوم لكن الوظيفة هيعمل لي نيورو إبيثيليوم. ثانك يو.